السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع تلمسان لنقف على الأشغال نتاع المستشفى الجديد نتاع بلدية مرسى بن مهيدي، واللي يعرف تأخر كبير. يعني المشروع هذا يعود إلى أكثر من 6 سنوات فيه عرف عدة تأخرات. الآن الأشغال عادت، أخذت وتيرة جديدة، إن شاء الله ينتهي هذا المرفق الصحي الهام اللي خاصة السكان تاع المنطقة. إذا نخليكم تابعوا الفيديو والسلام عليكم. Thank you.